السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم. عاجل، صنعاء الحوثيون يكشفون تفاصيل جديدة بشأن القوة 400. وإلى التفاصيل. كشفت الأجهزة الأمنية التابعة لصنعاء الثلاثاء تفاصيل جديدة عن العناصر المتورطة في الخلية الأمريكية الإسرائيلية التي يقودها عمار صالح وتعمل لصالح الكيان الإسرائيلي بالإضافة للتحالف الأمريكي البريطاني. ونشرت وسائل إعلام صنعاء صوراً وبيانات لبعض العناصر المنتمية لما يسمى قوة 400 التابعة لعمار صالح، موضحة أنه تم تكليفهم بتجنيد جواسيس وإدارة شبكات تجسس في بعض محافظات الجمهورية اليمنية لصالح العدو الأمريكي والإسرائيلي. وسبق أن أعلنت الأجهزة الأمنية في صنعاء الأسبوع الماضي تفاصيل إحباطها للخلية التجسسية بعد نشرها اعترافات لعدد من عناصرها وتأكيدهم رفع معلومات لصالح التحالف الأمريكي البريطاني الذي يشن حربا على اليمن على خلفية تنفيذ صنعاء عمليات مساندة لغزة. ودعت الأجهزة الأمنية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية من خلال الاتصال بمركز البلاغات والشكاوي بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أشكركم على حسن متابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.